بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنكون حجري الفوائد والآثار الإيمانية المستفادة من الدعوة الجهرية. فوائدي هي أرمه سامين تقولها إيمانك كنا صابسنا دعوة الجهرية. دعوة الجهرية هي إلى الجهري يا حالذي أي مسلمين تقول لك المين. فوائد ربما لقى فائدة يستي وإنك فائدة نواة إيمان كيننا حوجنا يا وضع بضع سان قصو قصو سو جري مركع علماء دي قار كميدة وكهض لي محمد البوطي أن قصو هذا اللي هذا الكيسي ديرا قضب كلا بعضها كثرة الذين استجابوا لدعوة الرسل وحالوية قاني إن أي بطين تذكي دعوة قاطي أين أهايين دتك ضعفاء هي موالدة أي هايين صلبت أنا وصل شغني محي ضعفاء وقبتين دعوة قاعدة شذي هذا هي دتك موالدة معانري يا لماذا كانوا أقرب الناس إجابة لدعوة الرسل محي دعوة الرسول شو لويه قاعدة شذا دتك ضعفاء هي موالدة يا أحمد شقولي لا يأكله ارتاج من الجريمة أو صعب كو أدق كو أن كلا لما حورت أغن كو الكبر لبا حب الجاه سدح الرفعة عن الإنقياد أيوة إنه كان سمان بكو أدق دليل كيدا المحانري قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أيضا كلك الدنبي. قال محمد الغزالي وحجر والإيمان إيمانك قوة وأود ساحرة سامين له قوة ساحرة أركوا حيالها قار أصل كله استعمال جل الكلمة ده أنت لقصه قاطه يا معنى كله له عريسا هذا قوة ساحرة ساحرة طح كله استعمال جل أركوا لكن تشبيه ما جو كجرة أولي ببليغة إن لغو مقعابو حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو أذيك سليوه كده يتر إن من البياني لسحرة فصاحبة إيا عدينتو والنوع سحرك يعني سامين بيلي ذا سيدو سحرك وسامين ويشو أيو عدينتا أي سامين كويا لن يسا قفك قفكي سامين كويا لن حلقيا ماركا قفكي إنو بدلو قفكي كري فصاحبة إيا بلاغدو كبدلو حلقاس على قوضا marka iimaanku waxa weeye asaguna wuxuu leeyahay awood saameyn leh oo qofki iimaanka duug galo xaalad kasta oo culays ah oo dhan buu jiiraya wax kasta oo dhibaato oo dhan way fudaanaysa culaysku ma haysa iimaankaas waxa walbaba ayaa xoojinaya wal iimaanu iimaanku quwwatun quwwayan saahiratun saameyn leh idha istamkanat quwwadaas iimaaniga markay makansato oo ay dagto من شعاب القلب قلبك اللاميس إيمانك قوة ذي سمرك قلبك اللاميس أي دكتور سامين بويالان وتغلقلت قوة ذي تطنيد وحيد وقلسة قوة ذا وتغلقلت أي نحقش في أعماقه أعماق القلب قلبك قنتي سمرك إيمانك قوة ذي سأي دمتر هذا سامين آذو أذك بوليه مرك إيمانك وتغلقلت أي قشه في أعماقه أعماق القلب أي قوة إيمانية أي قش سامين أدق بويلن تكاد وحيسيق إيسا تجعل المستحيل قوة إيمانية إني تجعل كاردكتو المستحيل وحي مستحيل كها ممكنا سورقل وح مستحيل هو أن سينا باللو لو قبن كري قوة إيمانية وحي كاردكي وح ممكنا سورقل ها وح دلك كاليدي برعكر وح دعكر ماه وضرتها دي السلف الأمة مركز لقشة كي تاريخ ده وضع أعماشة قبل جيرين ذاتك قاروا حالي لأنها محن صورة قلبة ماه أحبنا آدم قبان كرم ماه وحن الحفظين كرم ماه وحسدها اللي يليك معجزوية قاركوة دايا معجزة المجرد أم بيوم ما معجزة لزيها قف بشرة إنه أنت سأعود الله إيمان هذه قوة الحفظ نقطه هذه النقطه ضاقضة وكب حينها هي الدفاع الدين هي ميلها وكرنا عاية ميلها وقلها يقابك وحتى النبي قبل كل الدفاع عليه السلام صحابته يسوين جيرين
جدي أمثلة إن نماذج يتسالون بضنا وحجرته مركي أنا أنا وشة كيان لهنه ومستحيل لكن أيها الأكتر ما حكيه ممكن ما ح ممكن كده جوا الصورة قال كده جاي القوة الإيمانية يا قوة الإيمانية هي بوحي نقطتي ساخرة من سهل يسوع فضينا يسوع بجعل المستحيل ممكنا ويحي مستحيل كائن يسكب بدله صورة قال والإيمان قوة ويساحرة صامنة إذا قرتي استمكنت أي قوة ذاسي مكنسته من شعاب القلب قلبك اللاميسي وتغلغلت أي قدها أقشر في أعماقه قلت قلبك أي قوة إيمانك هيتقشر تكاد وحيسيكي ستجعله إن يشاء المستحيل وحي مستحيل كي ممكن صورة قلبك هذه قيسة قوة إيمانك ولا قد رأينا وحان رقني بولي هاي شبابا اللي يرأي وشيوخا أضيال يلتفون كوريكسن عند فكرة فكرات أكتاد أو من الفكر فكرتها كمذا مثال بقصو قال حكولي أنا لن يرد يدقي وعلى ركز شيء فكرة هو عبين هو مسكح ضدق الشيء أي ساء أقول لك أيار هو إسوار كنتي كقبتها مساء إسكوور يجين أيار وعقفوا جين كرادة مالي فكرة دارو حلقة بين إنا يتهي فكرة دارو فعلين فكرة دارو فعلين وهذا ارتدي عقائد إيا فرق وضالة إيا مبادئ انحراف كأة ذاتك كل دقن ما كانت فيرسو سيدا يدفع أيار فكر كودي تطبع طبعا عبوداي قارب الله عبد الله وصعد على جوريك سعل جوريك كريم على إلهه نجيب واحد جدبتين يا قار سمارك حتى النيف لا أنت أسا حلام وكنت مريه سمارك وعديني كم روجين أو أتكيزم أو شركة إزجاليني وحير إلهي إذا كنت مريه رالي بكويه مبسوط بكويه سمارك قف كان هدو سيدي سوى عقيدة يستوى وح إيمان سوى وح رمائيه وحي أتكاير نمبر أسا لنا نريه هذا كل هذه السيدة هي كوي بعدها كورن إيمانك حقها يا سلامنا رنتهد يا وعدك إلهي يا روحي إلهي يقفك الرميزية وح الله الوحي أتكاو لما أسهل لنا ساسو صوضا مرك ساسو صوضا مرك السحابة دعوة دي أي لجهرين لبعتدي أي كلاب كل مين ونبا أكتوضا وحو كان نقضي وح أي تشيرايان أو أسهلا أو أفضط مرك أي فيريين إيمانك وذا أي وحي كلاب لما أسهل نقضي انت أمر ربين وكوشه ولقد رأينا وحانا رأينا شبابا دلنيرو يو شيوخ نضيال يلتفون اسكو وريجينا يو كودة قن عند فكرة فكرة اكتاد من الفكر فكروين كاميدا اي التفاف قصة نريان ويساء اوه ضم يانو اسكو وريجينا يانو دفاعنا يان ويحلونها وحيدتشنا يان فكرة داس ايضا من انفسه نفطوضا وحيكدتشن محل العقائد الراسخة فكرة دي ايضا يدو عزقو بدي شيء عقيدة راسخة هو سلك يدو اذقيه يجعلون وحيلايان من حياتهم نرشوضا وحيلايا ويجعلونها فكرة دي وحيلايان من أنفسي نفطوضا يحلونها وحيدتشنايان من أنفسي نفطوضا فكرة دي محل العقائد عقيدة قنتن وقلب وذا كجرت الراسخة وهذا الراسخ هو سلك يذو أدفق هاي راسخ ومع أنها فكرة هذا رأي يضو يتهي فكرة داسي فكرة فكرة مادية بحتة أرين اسك مادي أهم ديما كتعلقين أي رغبة إنها تهي فكرة وحزبي الرغبة إنه ما رتي شقاق بصده حزبي وهي مثلا عرقت ذاتك يا قاتل وإسك مادية أي أجرت ومالك قارك الله مدين بهن هذا هو الدفاع عنها يا عرقت عاداتك وضرتي نقنك ذاتك ويدفاع عنها إلا أنهم يجعلون وحيكيلا يعني من حياتهم نرشوا ذا وقود حركتها نرشوا ذا وحيكدقين وقود حركتها يعني حركة فكرة أيضا حركة أيضا نفطه ذي وحي أغيالين وحي لغوش ذاي وقودك وحويان وبترولك إيو وحا نزلك إيو شيدالك إيو وعاسا وقود لي لهذا مالك النولوش ذي وحي نقطي مد شيدال أهان ودفاع عيسو أو شيدال أه فكر كاساقا إلا أنهم يجعلون وحييلين من حياتهم نولشودي يي وحي كيرن وقود حركتها يعني لدقاجنت اي حركه فكر كاسغا وحي لغو بترولها لوغ دغاي ويتحملون وحي دوشا اوريدانيان اقبح الاذى لبك او وخنو ايدل وخ الله وخ ديبا او فوخما اي دوشا اوريدان في سبيل نصرتها فكر كاس اني دفاعان دردد ها يتحملون وحيتحملا يان أقبح الأذى لبك أوحهم
في سبيل نصرتها سيدي ودفاع الهيين جدك يكون دفاع الهيين يا وضد يكون دفاع الهيين وإذل سيقالان أي وحي دشتش أريد ريان أقبح الأذى وعلى وحي دبا علوصها ورم ويرون وحي أركيان ذلك أرنك بعض الجهد الواجب لإنجاح مبادئهم ولبا وحي أركيان دفاع أي دفاع أيان إن يتهي دذال لو قبها هي واجب كوه ديو أركيان ويرون وحي أركيان ذلك الدفاع عاس فكر كوذا الدفاع أيان بعض الجهد دذال قاركيس الواجب واجب أمكوها لإنجاح مبادئهم أفكارته وضعي مبادئه وضعي سيئون نجحيان ودفعها وسي الريحان إلى الأمام هري دفاع عاس وحي أركان واجب سارة أو قار واجباتك سارة كميضو بيو أركان يرون وحي أركان ذلك الدفاع فكر كاسي بعد الجهد الواجب واجب كي وحي واجب هاي سارة دلال كميضة قار كميضة لإنجاح مبادئهم سي مبادئه وضعي دفاعان أو نجحيان ودفعها الريحان إلى الأمام هرينا أو الريحان فكيف ومقارنة مرك صار هديت هاي أفكارتي مادية إذا بحثت إن دتكو أي دفاع أنا يا مرك عقيدة هان وبدش أسكو بدش راسخة هدي هالك قاعدي ودلال بدل كوب بحيان واجبنا يوار كان إلينا جحيان فكيف إذا كان الإيمان إيمانك هدوية هاي كور الذي ظهر مغضي في صدر الإسلام إسلام كهرتيسي يبلويسي إيمانك مغضي هدوية هاي إيمانا إيمان بالله إلهي للرومي رب السماوات عرارك الرب وضها والأرض عرارك الرب وضها إيمان كاسي إلهي للرومي بل كورا سيدا او دفاع انو قرأي إيا سيدا او تحبل المشاق علاية سواء نمبر دوش الله قرر دين أيو إيا سيدا فكر كدفاعي سواء الله قرر من أيو وإيمانا إنو يهي إيمان بل كورا بالدار الآخرة آخرة دارت يدى للرومي سي حيث ينفلت الإنسان إنسان كه وكف كان أيوه من هذه الدنيا الدنيا الأيضة وكان أحبها أيوه وكتك أيوه لوضع إيمان آخر للرميسين هايوه حل وحا إيمان دون دقفك وأدونك كم بحي ودينا أول ربائن وهلو جنة إنو قلو ووحا بركاز إيمان فكرك الرميسنا فكرك الرميسنا ومت إلهي أول الرميو إيو آخر أول الرميو حمبارسن كد بقفك ويهيكسن أيوه مركو دينتو إنو جنة كو قلو قفك كور رما إلى هيركا ودفاع عنك فكر كيسا كور رم طيب فكيف إذا كان الإيمان هدو إيمانك يهي كور رم الذي إيمانك ظهر صغير مغضي في صدر الإسلام إسلامك بالله ويسا هدو يهي كور رم إيمانا إيمان بالله للرميسان يهي رب السماوات عرارك الرب قوض والأرض أرض الرب قوضها وإيمانا هدو إيمان يهي كور رم بالدار الآخرة آخرة دار تيدا للرميسان يهي حيث ميل آخرة ينفرط الإنسان إنسان كان أنتو كنحبه من هذه الدنيا الدنيا لتستقبله إنا يقابشان أوربه دار الآخرة في جوار الله إلهي الدرس كيسا يكون قابشه الحدائق الغناء الدنيا ذي نكبحه دينا آخر مركو آذو أي فكر كيسي إيمان كيسي أي قابشه وهل وكهله في جوار الله إلهي الدرس كيسا الحدائق بيرو الغناء وآدي آد وحصو صار بدن أولي القناة هذا أصل كذا الحدائق القناة مركي نهام حكا وضعن بيرو ودمء ودينا شمرتو تغرقر الطيور شمرتو دينا أي نواقي شمرتو أي نواقي وكان أحد نواقي يسو بالهود ودمء دي شمروا جعليهم القناة والي يرى هذا وحكا صبح حشرات يو شمراء كل حجر أي شيق 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 ليهين مركي هذا التشبيه ولا لجي ذايه بيرو حدائقة أو جنة أو برواقة أو نعمة أو مدح إزقى الشضي أيو الربا قفك إنو كهره إيمان كيسة مالك إيمان كأت ربي الرميسان تاي آخرا الرميسان تاي مقال كاذي مقصد كاذن قوية إنا تكهش الجنة إيمان كاس إلا انتابة دفاع عن كرتاه أو وحا الله وحي علي سايورنا أدوش سايران كرتاه انت سوي فكيف كورن إذا كان الإيمان هدوية الذي إيمانك ظهر مغضي في صدر الإنسان إيمانا هدوية بالله إلا الربي رب السماوات عرارك رب وضع الأرض وإيمانا هدوية يكورا بالدار الآخرة آخرة دارت ذا للرميسين حيث ينفلت الإنسان إنسانك أوفكنا من هذه الدنيا أديانه كان أحبحايا لتستقبله إنا يقابشه في جوار الله إلهي درس كيسا تستقبله قفك إنا يقابشه في جوار الله إلهي درس كيسا وحاقابلي الحدائق بير الغناء وآدي أظن نعمة بضان والقصور إيه قريو الزاهرة قروح بضان من تحتها قريها سوستيذونا الأنهار وبيالا يهين
وبياشي الجارية تقول قولها يي والنعيم نعموين هديهين نعموين كي المقيم النقاديها قفك إيمان كي زكو والرسول ودفاع عنك رو أقف إله الرمي زكو وعلى أرض ينطق رمينت إلهي وأقف آخر الرمي سلو أق الديون اللي قد تجدون وأقف هدنا وحي هكسنا يو أق إن جنة إيسوغ إيسو دارتا يدا ينعم دا إيسوغ إيسو قفك كور مبدأ إيسي فكر كي سسوء الدفاع عنه كل هذه أفكار تي مادي جهد بس لو دفاع عني تي آخر إيه تي إيمان كي كوت من كورا أيو كوضا مالك هذا القصة صار ربا أن الإيمان قوة ساحرة إنو يا إيمانك قوة سامين لها تجعل المستحيل ممكنا واح مستحيل ممكن يعني كل هذا وحقوصة وضا مالك الصحابة دي باتلي أي لب كل من سيدي أوغو الصبرين دين توذن الدفاع دين قال الشيخ أبو بكر الجزائري أبو بكر الجزائري رحمه الله وحيري لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين سواء هذا هو مقارنين يا دعوة سر بيصوم مرتي هدنا جهري بأقودبتي أرنت أمرك قف كستئنو يرى هذا أنا مرحلة أصلا ما أنت مرايا وسر بان مرايا وهدنا جهري بأقود بينا يا دعوة لا جهري حالة سرية بان مرايا ناي إن لي يرى هذا قف كست أرنت مقيمين كرو روح كست مقيمين كرو حقيمين كرو دات خاصة دات خاصة قيمين كرو قف والبر مرده كره دعوة السر بمرأة سائر نبي عن كقد ديانا يا صلى الله عليه وسلم اسك مرده كره لكن مرك اجتماع ضم مرحلة دي يا ظروف تي النبي وصامر يا صحابة دي سي وعلى قد النبي عليه السلام قرآن كابر شيء لقد كان لكم في الرسول صوت حسنة كذب لكن إن لا عد يا أو ضوابط دي إيو قواعد دي اللي ودك يا الله حلي ولا جورا طلبة العلم يشغلكم عليه علوم هذا هي خاص أطاي أنت صهدا ربنا شيء لا دليل لمن قف دليل او ما سغنانين دليل او ما نقنيسو لمن قف يرى اركا سريه الدعوه دعوته سر اني تاي هوس لو ود في بلاد المسلمين مسلمين تا ودن كود يا بلادود يا دولكود اليوم ما انت اني تاي سر او ما دليشن كرو في سريه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي سريه دي سي ودعوته سريستي ما انت لو ما دليشن كرو دعوته با سري وحلي النبي جوجنا وسيري النبي كجرا قفنا ما دليل شنكر بوليه لا دليل وما دليل شنكره لمن يرى قفك أرك سرية الدعوة دعوة إن سر تاي في بلاد المسلمين مسلمين تودن كوضي بلاد وضي رك وضا اليوم ما أنت إن سر تاي وما دليل شنكر قف في سرية الرسول رسولك عليه السلام بعد سريستي لها دعوة ثلاث سنين صلوات صدح صنو النبي سري سنة وما دليل شنكره ما محد عمل وجود لشنكرين أبو بكر وعلى اللي أنا الرسول النبي عليه السلام يو أصحابه وأصحاب تيسو كانوا وحياه لا يسمح لهم قوة الله أجلين أن يقولوا إن إله لا إله إلا الله محمد الرسول الله بلودي دراء كلمة ده سبب لجنة دجالبها لكن ما أنت لا إله إلا الله محمد الرسول الله قف أن دي كرين ما جرتوا قفك ولا دجال يا رمبري سيدودي كرتامك الدعوة ما أنت واسير لا إله إلا الله إن إلهان اللهم سامحين ولا أن يؤذنوا إن آذامان وأذان كرق آذان اللهم سامحين أو يصلوا إن يتكذان ميل علنة أو الأركايان اللهم سامحين انت لونتان بيقولها إيا ميلها كزوة تكنجرين ولما قويت مكة حوغيستي شوكتهم قوضوا دي نبي قيس حابة ديسي أمروا حال أمره بالجهر بالدعو سير يدون اسكوة طلعون هاسكوة الله مرد هنا دعوذين لجهران بالله أمره فجهروا مركزي للجهرين والله أقوم مركزي وليب الجهري وحي كلب كل من الأذى لب ما هو الشيء معروف لا يقان بين المسلمين مسلمين تنحوظوا وحلا يقانوا تاريخ أي قرية سيارة أيها دنا كل من كل من أيها الدعوة دي السرية أي أكوحن بارتا إن لا إله إلا الله ليه ويان محمد الرسول الله ليه ويان صلاة دو أذان ويان أتكو ويان أرنتا ساكوحن بارتا إن السريستان مركز حوقو أي ترضى ضيار قرآن وحالي للجوجي دعوة سرية أو بالله بدعوة الجهرية لم كروا هذا تيبي هذا أنا كنت بحسن وايانا اللي باتك لك ولانتي مركا قرب يكوهت إنا يدعوة دولة سيسيرها مركا وراكم باللابان ولكن هذا نوا إسقبتي رحمه الله تعالى أبو بكر الجزائري إن دعوة سرية ألا ليه كان حل قاسي خاص كتهاي وقف كرائي حالات كرائي وقت كرائي دعوة سرية لما ادري شنكر وسرية للنبي لو ادري شنكر إنا ليه كان إطلاق غير رحين أي استدراك أي ليمي وحجر ولكن إذا توافرت الظروف هذه الظروف تو أي شروط هذه يقاب كذا نبى لو ظهره المشابه ظروف تي مشابه هذا شبه السي
تيم نبي عليه السلام يا صحابه ظروف تا هذه لو وده هلو توافرت يعني لو وده هلو الظروف المشابهه ظروف تشبهه تي النبي عليه السلام يا صحابه قبطي كان وحو نقن هي مركاسي التاسي ان لو ديده كذلك سلاس وكله بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مركه النبي هو لو دينيا صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره فتره داسي ايا نبي لا قدين هو السبيل كان وحو نقن هي كان التاسي كذلك بالرسول الله النبي لو ديده عليه الصلاه والسلام وحو نقن في هذه الفتره فتره داسي هو السبيل وضده جدك قفك او قادي كرو انو نبي كو ديده ونقنيسا ونبي كو ديان كرا عليه الصلاه والسلام عملنا سوك عمل فلايا بقول الله عز وجل الى قولك سويري لقد كان لكم ضده وحينيسوا في رسول الله نبي الله عليه السلام اسوه ديش حسنه ونكسر لمن كان يرجو الله قفك الهي الرجينا واليوم الاخر ما انت اخره او ذكر الله كثيرا ان بدل الله حسايا نبي انو كو ديده لا ربا ديشه النبي عليه السلام لو ديناي وحا كميده دعوديسي مراحشيدي هدي ددكو اي لا اله الا الله موجين وعيان اذانكود لو ديدو عبادودا اي ممارسين وعيان اني دعوه سريه دعودا كدغتان هوس الله يعابدان هوس وحا اسكو شيغان ماركاسي وي بنانتahay النبي لو ديان اياده سر او دليل والذي يقيس والذين يقيسوا هضبا دينعنا وكاتك اي وحو ير لما دحي كره مانتا دعوه سريه جرتها لين عنا وحوير مرحلة دي ظروف تي حلق النبي جرت داي ما تمرك ولا جود ديان هل جود داي ده هي حلق الجود ديان هي حلق الجود ديان إن يا كلا قدري كرا يا رنت أيضا قيمين كرا تيبو كهلا يا والذين دتك يقيسون الأمور أمور تدتك إسكو قياسني وفروع ده يا ما هذا جرت يا حداست يا دعوين كهذا أنا هيس إن ودا عيسى هي تي وقت النبي جرت يا إسكو قياسن كرا ليه كرا وإسكو إلا والحكم يدور مع العلة حكم كر العلة لا سمر بالله سبحانه يا ليه كر قياس كاي اجتهاد كاسي اي كسورو بكرتها والذين كوا يقيسون قياسا الامور امورته ويضبطونها ضبطنا يا بالضوابط الشرعيه ضوابط يا قواعد شرعيه انا ادجنايا هم العلماء وعلماء لا الشباب ما دلن يرضى الذين لم يحصلوا انهر من العلوم الشرعيه علوم الشرعيه القدر الواجب اسكاد اف سنن كي اجتهادات استنباطات اني غارانا انت واجب كيد علمي دلنيرد ان وري كبرانين كو ايغا او متالو اني قياس كا لا ايمادان ضوابط لا ايمادان دجيارو دهان مانتا مرحله سريان مرينا وان كبخنا او جهري بان غلي حالدا سمانتا تاغناي ايغو او متالو مر دي كران مرجع با لو باهيا مرك وحا لو باهيا ان علماء لو نوقدو ولكن يقيسون الامور والذين يقيسون الامور ويضبطونها ضبطنا يا بالضوابط الشرعيه قواعد شرعيه ودجنايا هم العلماء وعلماء لا الشباب الذين ما هدلن يرضى لم يحصلوا اي لم يجدوا ان هرين اون غارين من العلوم الشرعيه القدر الواجب قدرك واجب كان غارين ثم يجتهدون وحي اجتهاد يا ثم يجتهدون في امور يتعلق بما بركا كو ان غارين هيركاس او هدنا قدر النفس ما قدرن ثم يجتهدون هذا الاجتهاد في امور امورك اجتهادايا يتعلق بها كو تعلق ده مستقبل الدعوه امور دعوه ده مستقبل كده كو تعلقا ايغو اون علمي كغارن قدر واجب كو اجتهاد هدانا امور كو تعلق ده مستقبل الدعوه دعوه ده مستقبل كده بل ومستقبل الامه امته من مستقبل كده واخ كو تعلقا اجتهادي او دي ارنت اساس ويان يا ولا جوغا يا لما جوغي دهنا فعل يا احكام يا وحس فلينايا تاس ما اها دليرده لوما اوغلا و وأولى بهؤلاء أولى وحاو أوليسا وأهبون بهؤلاء الشباب اللي يرضى النوع عاصى أن يجلسوا إلى فريستان عند أقدام العلماء علماء هوستوضا للتعلم إلى وحبرتان تاسع يا أهبون اجتهاد إيو الرماه عام كي أمد مصير كيدي هيو هيدا أمد مارت المستقبل كيدا تا يا أمتا ليه علماء يكونوا قرايان وكبرنا يان علماء هو اجتهاد وأن يلتزموا أمر الله أمر كي إلهي وأمرين إني لازمان بالله الرب عز وجل أجر ألي فاسألوا أهل الذكر العلم ويدية إن كنتم لا تعلمون هدين إليك قرنين أعيد كان وكيد ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني مركا وحكى الرئيس وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به arrimaha masiiriga ama harbiga ama silmiga
أما علاقات وحلا يشاء أما إن لجويا أما خوض الحروب دجال إن لجلاء أما كوساب سن دعوتي إيو إن أيدي لود تشيا خدوات إيو محوها وضلوا شيحة الرماز وين تتكلموا قال إني فرع لجلاء أو إذل عوام الناس طلبة العلم مركب ولو ردوا إلى الرسول وإلى العلم جه الأمر يا وكل لو علنا يا فترة الجهر بالدعوة المباركة تاهر وحي دعوة سرية انت يا كدي منيت هذا دعوة جهرية قالينا دعوة دي اول للجهري فترة ضاعية ضاعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل مكة سودكت وانذر دك نبي محمد عشيرتك الاقربين قربض هذا كوسي دو سعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي روحو فوري على الصفا بورتي صفيهت سو ايضا كل رقمايا انذار يدقنين قربض هذه قرسي بريد سري يجي يقف قفكي ولا قبحى بورت الصفات بنبي قفول عليه السلام الله بورض صورة صفاء يا مروة فجعل وحوج ذجل ينادين ودواقع هذا سري وقبحى سمرت كرب ودواقع يا بني فهر يا بني عدي قبيل قوس لبطون قريش قريش تلبه هذه قوسس كذي هوسة أيق دواقع رسولك عليه السلام حتى اجتمعوا وصاروين دواقع صقة خبر خبر كه قيردا وخبر علاديد وي خربا قف كلمات كقار كلمات كقار وحال قفا إذيستا قفك إنو علاد وكا رواقا يوكا هدلايو هدو يا سباحا نهو كانو حلكو يقانين ننكا عساقا علبو أركي ونوو بريستي بوليه سمح ذبو إنو صوق قلي بوليه وركاكا عبو إنو ليه مكا سألكت اللوان لقي أو وركي سال صوحا قيشينو دينا وركي سال وعمل فلي مركا نبي عليه الصلاة والسلام وقلنا واقعيا حتى اجتمعوا ويسوا كل من فجعل الرجل وحبذقل حتى ننكو إذا لم يستضيح دون الكرم أن يخرج إنه بحو أساق نفتيسا أرسل الرسول قفبو الدرسم لينظر إنه أصافيريا ما هو وحو يا نواقص قفك كي عوايها دو تقواي أرض هبلو بالنص أغوبو له فجاء وحاي من أبو اللهب قال كحما أبو اللهبها إيو قريش قريش تكالي وقال لها يا صو أروري أبو لهب أو هذا الكيس الحن أو كهذا الدونيو إنه ضدك كسي قماي سناء وكح ما درتين بس قال الله شيء فقال وحير النبي عليه السلام دي الله صاروري أرأيتكم وحيني 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 وحدي شيكتان يعني أخبروني بكري أنت لو أخبرتكم هداني إني شيءه أنا خيلا فرضا بالوادي واديا مكان إني فرضا الله وعذا وأي صاص عذان هداني شيءه تريد فرضها سو دونية أن تغير إنا ويرت عليهم قركين إنا ويرت ربطة أو تغير عليكم إنا ويرت ربطة أكنتم مصدقي ما يقر ما يسن لهذين ما يقر أقبل لهذا وركا دانا وروحان ركا عل صوص على أو بوران صورح تشير أي أو تلقى صوقة رأي كنكعة ما يقر قاضن لهذين قالوا وحيد نعم ها محايا لي وكا قاضن لهذين سببتنا وحوي ما جرمنا عليك كغمانا أغانين وكغمانا تجربين إلا صدقا وحان كرنكهين هدان كنت جابيني أن كنت جابيني أن كنت جابيني تجربة أنا ذا وحكة لمينا سو صارين حي سو صارتي إنا ترولتها كو وحكة لكوكوبانا تجربيني رمان كوكوبارانا كوكونا قانا مالكا علبا كان داتي راضي هبكم ما قادنا إنا وحي قحي كرانا واقحايا وكان رميسانينا قال النبي عليه السلام وحوي جير حدا واحدة يشيطاتهاي مقدمة دورة زمارة ويقبلين نتيجة دي ويديدا يعني. قال النبي عليه السلام وحوي جير فإني نذير لكم هدوا وحانيني هاي ديجي إذن كان نيد جايا بين يدي عذاب شديد عذاب آل أضرن هرتيس بان قيل جايا وصوص عذاب كعرارة أو إسكيل عليه وحد كم مظل له عذاب كأنا لايها دين تنقات هذيك العذاب بصوص عذاب أيام أنا لايها وقاعده ها هذا فرضهم بكعرار له هذا نجر ما يسأل له هذا خبر كيس مضى وضاه أو إله عربي سي عقاب كيسي عذاب كيسي سين إنه قد عن دين تقات فقال أبو لهب وحير تبا لك سائر اليوم يعني هلاك سن وهوك طبا لك هوك باكوسو نادي سائر اليوم يوحي ما انت قدم بايا او دنبا هلاك ينكارك وقود عضي الي هذا ما انت سر جمعتنا نوصو كل مسيبير ابو الله فيل سو يريسره عذابك الهي بو يريسنا يا مكري الهي بو امن كي يهي الا عقابي ولا عذابي ولا مقوشن كرو ولا قبن كرو اريو ديديه وانكرايا فنزل الحسود دكتي تبد يد ابي اللهب ابي اللهب اللي بديسه قعمات بهلاك سمي وتبع صور أنها لاكسن ما أغنى عنه مال وحوريز حوام مطر وما كسر وحو كسبير حوام مطر سيصل نارا أي قريدون بالير وعن أبي هريرة قال
قام الرسول الله أبو الله ماشي وحكى لك عي أسوي نار واجبتي وإنكار كل عضي مركز إن دين تلقهر إماده وحق إيا شريعة شيء جديد وحير ومخالفة الله موجيه إيا معارضة عذاب علي نشاء مركز إنك أسقها هلك عذاب وكلك عي سوى إهل النار إهل عذابه نار تقول نوع دلة المامي هبرتي حميدة وقبينة دبض الله وحري أيو ماشي كعي مركز أدنى آية وحي نقضين يسورة سورة وحي نقضي إلى قيام الساعة الآخرين مر والبابا لعنة داسة قصة عنيس وعن أبي هريرة قال وحير قام الرسول الله نبي عليه السلام باستاغي حين قرتي أنزل الله إليه وسودتي وأنذر عشيرتك الأقربين قال مركز وحير نبي يا معشر قريش قريش لما أنت أو كلمة نحو هذا لم يدوا كهضري اشتروا أنفسكم ونفتينا إبسدا إلهك قد نفتينا سال نار أقبت بادان لا أغني عنكم مديقي كرم من الله شيء وحمينك ما تريكره يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك كما تريكره من الله شيء وحمك ما تريكره ويا صفية صفياي عمة الرسول الله رسول كلاي مع عمة الرسول الله رسول كلاي إدريسي لا أغني عنك من الله شيء حق الله وحمك ما تريكره ويا فاطمة فاطمي بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد قبل ديسي سليري ويديسو يا فاطمة فاطمي بنت محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد قبل ديسي سليري ويديسو ما شيت واحد ربط من مالي حوليها لا أغني عنك من الله شيء وحبك ما ترك الحق الله ورك رسالة وحصوات شري وبابيي إن قفك واسكو مارة هلايو دادو ناكسنا وكرد الشيء أما دادو ناكسنا وكفر عمي أما دادو ناكسنا وكد عجيرو إنو ناسكو هلاينا قفوا البيع عمل كسيني تاي نبي محمد عليه السلام خير الخلق الله أياه وحوليه ورسوك يا هلاينا وهم لنا بالربا وحينو يتري دونه قف مؤمن وإيمان إسرائيل اللي يميت كاهم بالله شفاعي أو وحي ولاقا إيمان كيساها إلهي سبحانه وتعالى لغو بريه إنو وحي كلا كغرافو لكن قف أن أساس بالله إيمان إيمان إسرائيل من الله إيمان أباه يبع النبي أهاي أباه يبع وليها من وحطر ميسو قال الحافظ باوحوير بن حجر قوله أرأيتكم لو أخبرتكم تاسي إلى آخره أراد بذلك وحول الجيدة تقريرهم أيقوا الربائر قرسيه ويقلاذان بأنهم يعلمون إن أجيهين صدقه النبي الرنتيس إن الرنتيس أجيهين وأجيه لكن حرب أفكار إنك أنا واقان إذا أخبر هذا الشيء عن الأمر الغائب وحب مقان أول هين هذا أغور رمائن الرميسان أيام أي نبي التقريرين أي فردين اللي ماشي بجوغاني فردها هو وحب مقان كل هذا وحب مقان هذا ينشي على أقبال إيسان وحب مقان بأن يغور رمي حق الله أقبله أراد بذلك تقريرهم وحور ربائنه النبي عليه السلام قرسيه بأنهم يعلمون إن أجيهين صدقه الرنتيسة إذا أخبرها هذا كور رمعن الأمر الغائب وحمقاً وحمقاً هذا كور رمعن أقبل عيان أو الرنتيسة أي رمعن يشيغا أي أقبلاً تنو ربائنه رتين أفكاد كوكيران أفكاد ماكي كوكيران دين أوي لا هي إنان رن الله أهي وحان جوغين أو دين أركين هذا إن يشيغا سو إنان رن شيغا يمين الأمين ها هذا ما وحان يغور رمعي عن علام الغيوب الله غيبك أغا ورو إيش شيغا وحي دينه أو كتاب قال دين تنا قالتان الله الرميسان وحدانا ترى إني شجعيا لأنه لا فرق فرق ماك أبدا حي إن غائب تاني جوا ربع ترانا رمبك وبرناي أو دين واق بشان حق غائب كغرنا أديدان وحفرق أبدا حي قياس مع الفارق بونقنا يا إن أديدان صح معها ترى النبي ربع إنه قصوا عليه سلامة وسلام وإذا جرت عرضه حلمت سيدي عبد الله بن سلام صحابي الجليل وعبد الله بن سلام ليشري بن إسرائيل والنبي عليه سلامة وسلام صور رمية الراعي aad beena ku yahuudi madinada gareed oo gaadambaysay xabri bi ku magacaabi jireeno caalim bi ku magacaabi jireeyo ka u khair badan abbihiisana u khair badan bay aamin jireeno magaas markuu islaamay buu nabiga kaleey salaatu wasalaam buu ka codsaday wuxuu yiri nabaa law yahuud waa niman qadar badan oo balan iyo ahdi iyo wax wanaag oo qof u qiraayaan malaha qofkii ayna rabin ba iclaam bay ku baabinayaan iclaanka ku baabin iyo media iyo dacaayadta u galiyaan ayay waxay ka dhigaayeen waxan waxba aheyn ay ka dhigaayeen qofka iyaga inay rabin marka si ay afkoodii isku khilaafo oo iyaga aan marka hore xujo ugu oogno gurigaan geliye markay ku imaadaan i wareeyso ninkaan ahay qofkaan aqtooda ka ahay i wareeyso miir markaas waa yahay gurigii buu galay yahuud oo qulqulba nabiga u timid markaas wuxuu nabiga wuxuu yiri kayfa fiikum abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam dhaxdiina seekeyah markaas waxay yiri khayruna wa ibn khayrina wa markaas amaaneen aybe waniga noo fiican san yahuuduna abiina ninka noo fiican buu ahaay ninkaas aad dhalay amaan bay ka badiyeen halkaas ku jira nabiga abdullahi sallallahu alayhi wasallam dhigtu ka maqlaya
مركز النبي وحوي اللي كور رمها ضو إسلامي وأنا الرومي وأصحاب كذا وكمان نقضي أتباع ذي ذا مركز وحيد عايدا بالله من ذلك إلهي بأن وحى أقام كم من جلني وحى سمين معي إن أريك الرعاق الرومي وحنا إكرامها وأنا كخير بدن وكجر بوحص مركز سوب ود عبد الله بن سلام مركز وحوي أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأتوحيد ثورتي إسلام قامتي بوحيدهن شرنا ومن شرنا وانتقصوه وكان وشر بدل أبي بحما وحدد معها سمرت مركا واسكو التواصل به ويان أو قالوا واسكو أفكار أما مبدأ إيه صرع هذا صرع دارا وحاوي وكو بمبونينو إعلان كميديا هنكر كو قادي هذا وحبايا ما وحكاري أما وحاه أي لها يعني هذي كلانا نوكان كو قلينا يوي لقنك قالوا وريد باسا من قديم الزمان وحديثه لقنك سيليه لقنك سيليه إلهي القرآن كما حكو يري ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته إلهي تراعظه كل مرة لك عمان القرآن حتى سيكو أمانا إسلا حتى بدلوك عاية مركا نبقى عليه الصلاة والسلام وجدده كلها وحيه هات إنو كسو أفك وضي عديان وقرتان وح غيبة هدو كور رمائنا الرمائنا يان وين الرمائنا وارن طبعين مركا سوحوية هي تنا وضا مركا وقوله قول كيسا نبقى يلي قال قال فإني نذير لكم ديغان إنيها وإني ديغايا أي منذر وإني ديغايا ووقع في حديث قبيس بن محارب قبيس بن محارب حديث كيسي وزهير بن عمر عند مسلم كسونا وأحمد كسونا وحاق دعاي أو لغو الشيغي فجعل ينادي نبقى وحب ذكر يبنى واقعي إنما أنا النذير ديغان إنيها هاي وإنما مثالي أنيغا تصالحي ومثالكم إذنك كالرجل نمبان لمدنا هاي تصالحان رأى العدو عدو أركي إنديه سكسو أركي عدوي فجعل نينكي وحقودا قال يهتفو إنو الواقعيو يا سباحة أوليها يعني وحولجي إذا ينذر قوم 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 ينذر قومه قوم 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 يا سباحة ويا قومي يعني وحويان أنقذوا أنفسكم لأن العداس لأن العدو صبحكم عدو ينقوها بريستي ككعايب كالغانتا ساسا لمن هاي النبي عليه السلام وحن هرص على عذابك إلهي عرض إلهي قفكي إديداء دين تقادم وكدعي والبدبادة لا إله إلا الله وقوله في حديث أبي هريرة اشتروا أنفسكم من الله نفتي إن إلهي كئيب سدى نفتي إن إلهي كئيب سدى سبحانه وتعالى ما كان إلهي كئيب ستان وحث منت الله كهي ليسان جنة وهي جنة قاطع أي باعتبار تخليصها بلوجه ده نفط أو لجبت باديو من النار النار ما كلا لقى في لا فيريو كأنك اشتريت نفسك من الله ضو إلهي نفط لك كتبي كبليته عيالي نار بس كجبت بادي كأنه قال أسوي جريبة لكان ينتهي أسلموا إسلاما تسلموا ونبت جريسان من العذاب كنا بت جريسان أسلموا إسلاما تسلموا ونبت جريسان من العذاب كنا بت جريسان فكان ذو حين نقطة ذلك أرن كائن إسلامين كشراي إيب أو كري نقطة سيروح قطعي كأنهم جعلوا طاعة طاعة أي إله أطيعان وحين نقطي ثمن النجاة بدبالذي أي نارك بدبالي لهايين ثمن تذبين نقطي وأما قوله تعالى إلهي قولك سويري إن الله اشترى إلهي وحوئي بيسدي من المؤمنين أنفسه نفتضو كي بيسدي عيضا عيضو فهناك المؤمن ماشا وحاد شوغا مؤمن بائع وحئي بنايا باعتبار تحصيل ثوابي ثواب هريدد وثمن ثمنتن الجنة الجنائن تاي أيا رمارتي لصورين أيا وفيه إشارة وحاكو جيرت مركة إشارة إلى أن النفوس النفوست كلها إلى أن النفوس النفوست كلها دمانتد إني تاي ملك لله تعالى إلهي ملك يسوي إلهي بقى إسكال نفط دمان مرة بايع بقى لقاعدك مرة مشتري بقى لقاعدك مرة والبنى وحبال وقوب بدلها يا بيع يا شرهاسي وأن من أطاعه قفك إلهي أطيعه حق طاعته ضاع هذا مد أو حقنا أم بدنك إلهي أطيعه وأه في امتثال أوامره إلهي أوامرتي سو لقطول لا إما الله لفرتون هذا واجتراب نواهيه وح إلهي الرابع ولا قفك هذا وفاء إلهي وفني ما عليه وحكرك سو من الثمن العجع وبالله توفيق تزوله مرك هذا الكوا هذا ولها هذا القادر حافظ بن حجر وشرح حديث كاس ونقص القاضي قال صفي الرحمن المبارك فوري وحجر ولم يزل هذا الصوت صوت كاسي جهري يدعو ذا للجهري لم يزل كمزور هذا الصوت صوت كاسي يرتج إنه قرير أيو
دويه الدناني يسير دواقيس في أرجاء مكة مكاننا يهذا حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صوت كي دعوة أيا وحوق قلي ميل والبضع ميل والبو قلي مكة جيسي هذا يرعي هذا قاري دوية دوي وحالي رهذا وصوت كي يطواقة ميل الفك كي يرعي أي أذي أعط مقرسون دناني جيسا مقرسون. ولم يزل كمزون هذا الصوت صوت كي دعوة يرتج إنه قريرا يقلقلني دويه صوت كيسي دناني جيسي رواق الدمك رواق قرير روطة في أرجاء مكة مكان العيه هذه جيسة هذا وربك الجليل دعوة أيضا قاله حتى نزل قوله تعالى وسودك قول كله أيري فاصدع بوجه النبي محمد وبما تؤمر وحل وأمر وأعرض عن المشركين قال لنا كجلس. فقام الرسول الله مكاسو النبي استاجع عليه السلام دعوة مكة رواق سعودي مال والباب ويكشر قدي مال والباب الصلاة التوحيد بكيرا عباده مكاسو النبي وحالي هذا بناك صادق هذا مكاسو النبي استاجع يعكيرو يعكر بمعنى يهاجم ويمانت لفظه عكرا عكرا وحويان وعكرا الطين روبادي وحبوده بيه يا أسر كذا لو استعماله كذا لو استعماله وحال يراد إصداد بالماء العكر إصداد بالماء العكر وحكوه قاعده قفكا بيق روبا يحكوه قاعده هذا لك وحالو جيدا يعكر لأنه مركو نبقى دعوذ اللجهري وحي قاله وطير ربا كدوبو بي وحي كدوبو بي نبي قال وين راي وحو وين راي ما قال سيد دوبه بينه يعكر. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام با استاغي يعكر على خرافات الشرك شرك خرافات كي سسو هجوميه وترهاته ترهات الشرك شرك عباد الكيسي ترهاته وحالنا وح باطله القول الخالي من نفع بل هذا والان وح نفع يا بالهين او لو هضر ايا ترهات الله ها دعنا عنك عنا دعنا عنك ترهاتك نضاف خرافات كذا يلا ليه مركا قام الرسول الله يستغى يعكر وسوى هجومي على خرافات الشرك شرك خرافات كيسية وترهاته بعد الكيسية نفعي على حين أيو نبو ويرري ويذكر وحو نبو الشيغي حقائق الأصنام أصنام تحقيق ذو الشيغي وحا أيو أيموذا ينمو نفع إليه أي لها ينضربو كين هداد خلافتان وحا يتهي نبتها ونبو الشيغي قيدا لقر قرية وقيمة لهين نوية لكن يذكر وحنا بقول شيء حقائق الأصنام أصنام تحقائق إذا ربط هذا إيه وما لها من قيمة في الحقيقة وما لها إنه نقصنا من قيمة وحقيمة في الحقيقة حقيقة ويضرب بعجس ويضرب وحوله ونبي بذكر يضرب إنه دشنا يو وصمينا يو بعجزها أصنام تعجز كذا الأمثال تسالوا بحي النبي عليه السلام عجز كذا يا أصنام ترى إنه حبب تريكين يتصالتك أيو سيء قرآن بإلا سودة قاية وتصاليك بحناية إلهي بحويه سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب لكم ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ثير أصلاً تعالوا من بحالي رسيدة دخسية وكلوي دخسية دوحك على عرر وكمر إذا قرد أكيد بقى وواحد صاحه أسرق بالدخسية أذكر ريمي كرينو أسرق بهديل الرضا أذكرين كرينو أسرق بهديل التشرين الدفاع كرينو وحبا يسكت تري كرين كاس بقى أمثلة تصارعون من أبغى بيجي وروح عن جيده وحبا تري كرين مياد وحكي جري سال ويضرب بعجزها عجز جيده يعتبر حمل إذا أصنام تبو نبي وحوس مي الأمثال تصارعين ويبين نبي وحو عدي بالبينات آيات عذب وحكو عدي أن من عبدها أصنام تقفك عابدة وجعلها كبكتة وسيلة وسيلة يوحو كجارو بين وأسرية وبين الله وحو كجار لها قفك كبكتة فهو أرقاسي في ضلال فهو قفكاسي في ضلال إن يكسو ينبالي مبين عدب نبي عليه السلام عدي ها وإلهي سبحانه وتعالى إن وسيلة الله سما يستمع وقالو عبادة يطاعة يتكاليف الشرعية تاصل إلهي كجاري يضاعة يسوط سقعد عابدة يسو المخلوق إلهي لقوم الجار سبحانه وتعالى إلى قال الله وحده يجترين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إلهي بل أقول دواني إنه قارينا بديجرين مالك وابتقوا إليه الوسيلة بني إلهي سبحانه وتعالى أساق وسيلة كذلبة وأساق قارسين كذلبة وضاع ذي واجبات وحونا أمري كقارة ويبين وحو عدي بالبينات بيناتك أن من وحو عدي أن من عبدها قفك عابدا وجعلها كذلك أصنام توسيلة تنمذ كقارة يبين وأساق وبين الله
فهو قف في ضلال مبين بالعة كسوغية انفجر مركز وحا قرح ذي انفجر مكة 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 وحا كدح قرح ذي بمشاعر الغضب درين عرو ايا قرحي مركة درين عرو قال لي هل مر كركورتري او مر هل مر قوحذي او مر عرو دبرتي وماجت وحا كعضي ماجت يعني كعضوي ما جد ما انت وعلو جد كعضو آه من الموجوي دبا يعني هركي او كعايو كل كعي كل كعي عربي مركه وحي كانتي اني كانتو ثوره ثوره يا كعضون وما جد حاك علي بالغرابه آه ددكي ما كجوغي وحا كدح كعضي مشاعر الغضب وما جد وينك هريسه وين كعضي بالغرابه غريبسي يا ولي استنكار انكريت آه استغرب ممانت وحا كو هاد وركاسا وحا مغلي جري وحا مركي جريبه يا انكريت با مركا ايا هل مر اسلك عاد حين غورتي سمعت اي مقشاي صوتا صوت صوت كاسو يجهر لجهرايا بتدليل المشركين مشركين تباديين تيدا وعباد الاصنام اصنام تكو عابدا اني بادي يهم بصوت كاسي لجهرايا سمع صوتا صوت كاسو يجهر لجهري بتدليل المشركين مشركين تباديين تيدا وعباد الاصنام اصنام تكو عابدا اني بادي يهم بصوت كاسي لجهرايا كانه صاعقه صوتك محوم نقضي كأنه واحد مودا صاعقة شعبات مودا شعبات سوى قصفة السحاب ضروره أي صوت طورين فرعاد الضرورتي دينا أي أنكدي وبرق الضرورتي أي هلاعدي وزلزلت ضرورتي أي لقلقتي أي لقلقتي زلزلت السحاب أما محوها صاعقة صاعقاني وحي لقلقتي الجو الهادي جوي هادقها إيه هل العلوة السعودي إيه نبضعها يا أصنامت اللي يوحن لي وذا عابدا يه مد جورعيه مد همسيه مد عريه مد مرت بريك بركيسة بس هو ذا الرعزة أنا حاجة لو ذا جيري وحكنا حك عضي صاعقة شع على صوت قصفة السحاب وضرورته أي صوت أي قصف سي وصوت ورتيه فر أما قصفة السحابة ضرورته أي مرت قصف سي فرعد مركز أنت وقضية وبرقة هالعضي وزلزلة الجو الهادي جوي هادي هنا ويجري سي آه. وقامت قريش وقريش با كعدي تستعد ايضا اسكو ديارنيسا مركا كعدون با الين دعاية كعدون كهورتقيس اسكو ديارسي وقامت قريش تستعد ايضا اسكو ديارن لحسم هذه الثورة كعدون كان اني سوء افترته حسم وافتردوي لحسم هذه الثورة كعدون كان دعاي لهذا ودي اصنامتو دي الفرقلي اني كهورتقتو يسوء افترته اي او يستهد التي ثورة ان دلعت كعدي كدعدي بغتا هل مرقى رحضي إن دلعت قرحضي ومحوها هورتي بغتا سي كذا هورتي آه. ثورة هل مرقى سواك عضي إن يسوء أفتران بيو يستاكتي ويخشى وحينك ويخشى الله قبقى يا ثورة أن تأتي إن باب بإيسو على تقاليدها أيها تقاليد دي لقن كودي وموروثاتها قريش وحي أيسكن حاشي أبكسو قادي ثورة يقبقى يسو إن يؤتكتو إنت أتمادو أي باب بإيسو ويخشى لو قبقى أن تأتي ثورة إن اعتماده على تقاليدها على إخمادي أو إفناء تقاليدها تقاليدي يبقى يستمع إن بابيسي كبقى أن ثورة وموروثاتها إيا وحي دحال أي صوى دحلين ويسين جيرين أبا كسوغارك إيا كبقى يسا ثورة إيا وحي نقول الله صبع يسحابه إن بابيسي كبقى أن أنت لما كان قبقى إنه نقعنت إن وحل قبقى فبحنين ودان يا ربي يا وينك يا ان قاعد لا غبخين ان كهر تقنو وحساسي كفكرايان وكان عدد من امن بالدعوه المباركه وانت كعبادين فير دد يروي دد كدلب كعبادين وكان وحوها عدد من دد كتيرديس امن الرميه بالدعوه المباركه دعوه مباركه دهت المرحله السريه انت مدح كلا بخد المرحله الجهريه هدا تاغن دد كرميه وحي نقدين نيفن و40 دور يا افرتن قف بمريان بين الرجل الرقيه نن ايو امراته وين كاكوبان افرتني دور قف ورقيه وين بكاكوبان اي دعوه ما كان مريسه ددك قاطي واسلم في هذه الفتره فتره ايده مرحله جري جري اي بلاوه وحا اسلامي المباركه ولا بركه وحا سو اسلامي اسد الله لباح الهي واسد رسوله رسول صلى الله عليه وسلم لباحيسي اسد الله واسد الرسول واللقب ما قف بال ما لو غدي واكما حمزه بن عبد المطلب ها عم الرسول الله رسولك عليه السلام أذيركيس وحمزة أيا صو إسلامي وأخوه النبي أذيركيوي وأننا عكرنا وأخوه هو النبي ولالكيس من الرضاعة حق النومة اسكو الناس بين نوغونا دا كانوا ولالو
إلى عكلا وأذير كيسو حمزة بن عبد المطلب يا عبد الله بن عبد المطلب نبي أبيها ولعلها وكذلك إسلام فترة وحصاء إسلامي الفاروق كي حق يا بادر ككلام بحيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الجزائري وحي رحمه الله أبو بكر الجزائري صاحبه السيرة هذا الحبيب يا محب كتاب رسوله رحمه الله وحي أبو بكر الجزائري وبإسلام عمر عمر إسلامي وصو إسلامي وحمزة يا حمزة إسلامي بدو صو إسلامي رضي الله عنهما دخلت الدعوة الدعوة وحي قشي في طور جديد مرحلة عصب قشي في طور المرحلة جديد العصب قشي مرك عمر يا حمزة صو إسلامين حالتي ضعف جهاد إسقرقرين تهاد دار الأرقم بدون أرقم لسكوت تجاي مرك الجلا يا هل لو الجلا يا جيسه لسكفيرين يا شكري ولا جنب حاجة وبنانك تلسوي استعري يا كعبة لسوي تورتي دخلت وحي صاق شيء دعوة وحي قشي في طور جديد مرحلة عصب قشي فجهر الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قال لجهر الدعوة وصدع بنانك وصادق بما يؤمر به بما يأمر به ربه ربي يوحو أمرينا بنانك وكيره وظهر أظهر صدع من أظهر ومجيوي مركاسا فأقض أقض وحو خراري هذا الموقف الجديد موقف كان عصب النبي قال إسحابي سيقاتين هو رجيس قرقرنا يبنانك ويسكينا وحو خراري مجع المشركين مشركين تجيف كودي أيو خراري يبقى رجيف كودي وأفزعهم وون أرققعيي قضيدك أصل كيسا وحا لو استعماله وحلص أو صودين أيا قضيد قضى وكي إلى القرآن كما كان شيء كي جدارا يريد أن ينقضى دعيتان كاس أصيد على شيء يقبل سيلة مركا مركا لمن كان وحا أخرى روضي وطاه إيئي ونعكسر بحضي مركا يساحذين دعوة أيضا مرحلة اللبادة قادتي إيه موقال كدبائي موقتي أي هذا اللو جيدا فأقضى وحا أخرى روضي هذا الموقف الجديد وحا أخرى ريي مجع المشركين مشركين دا ما قالوا جيب كوري وأفزعهم وأنا أرقق حيي وزادهم هؤلاء زادهم وحا زيادي هؤلاء كوا قالضاء وزادهم هولا ها وزادهم وحأزيادي هولا لباطئي وفزعا أرققح تزايد عدد المسلمين مسلمين تعدد كذا زي زيادة هي زي زيادة هي أي هذا نوع زيادي هول يعني لباطئي أرققح موسي كردي وزادهم وحأزيادي هولا لباطئي وفزعا أرققح وحأزي كردي تزايد تزايد عدد المسلمين مسلمين تعدد كودي وسيكر داية إيا هدنا نباتي أرقع بسيكر داية ها ما لو بهير الواء السلامي مقرأيان ما لو بهير الواء السلامي قاسدان نحدين يو البهاري مروب ياد الشيء وإعلانهم وليبا مسلمين تي إسلام تينا موجسان عيان عن إسلامهم إسلامي مضودي مركو ربي قرسان جيرين هذا مسلم بانا وحاقة تركرتان قتربوا له وعدم مبالاتهم مسلمين تينا دنك لهين بعداء المشركين مشركين تعليتن كوضا اللهم أجاء يوعى الله يتمايان دنك ماله سيوا بها الله عقابه دنك أمر إغايان الأمر الذي أمر كاسو جعل يالي رجالات قريش رقي قريش يصاومون إني لقرقر تمام بي شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أرنك وحزقوا بدي جوني من قبل هكذا بنكر مكان الدلة مكان وحي الله مكان وحي الله ما نقول نقول بريال كوالي بدي بدي لقري موضوع الفضل إيه مواليده ومنطوم هنا بل محمد سيدان كوهري مهاية داتكنا وكاسي دارهيان حمزي عمر رقي ووينا اللي بحيها هذا الرسول الإسلامية أن لقرقر تمام وضع هذا الأنفر وضع هذا الأنفر أيده الأمر الذي أمر كي جعل يا رجالات قريش رقي قريش يصاومون الرسول الله إن النبي مصاومة يا قرطة إلى جلايان والمحمد هو محاضر بتاع محاط رالي كتاي ما حاولان قصينا محاكم بانكارنا حكم من كوديمنا ما قبر وحاصل من الشبان وكان من السمات البارزة كان وحول نغذي من السمات على موين كالبارزة موقطة لهذه المرحلة مرحلة جهرية دعوة للجهرية وحي غلطي على موين بيالة وقارة أو أي كشة قيسي أو صواب مرتي أي إلهيد أو المرحلة السرية أين الحين كان وكان من السمات البارزة سمات كي على موين كبارز كي مغضي لهذه المرحلة مرحلة أنا إلهيد وحاكم يدها إلى وحوشي دون اللح سماء لح علامه أو مرحلة الجهرية اللي قد حلي أي كشي دون سي إجماله دون بكوشي كدبنا مركزو فافاهين والسمو والبيع على ما والبابا أيضا من ثلاثة ذي أدلاثة ذواتها أيو كشك دونا مركزو حوكو إلى السمة الأولى
سمد الكوبات هي علامة الكوبات إلى هذه المرحلة الجهرية وحيها كثرة الإيذاء نبقى أضف ربضاً وشداد البلاء البلاء يدي امتحانك وقدر راضي قوات كاضي على النبي النبي عليه السلام وأصحابه وأصحاب تيسى الكرام هو ناسنا رضوان الله عليه سمد أوي ودتي علامة أوي ودتي هي محوها موقال كاس أي إسكرهت إن نبكي وكبتي النبي يا صحابة لأن تعودي ببناك الله ما ذا الجهرين ما كان ذاك كبوت كان كبوت كان وحير نبي مرشي نبي وح كرك صار وحنا مركب اللوذي السمة الثانية على مدى الله هذا إلى هات مواجهة الدعوة دعوة ولا جهر تري بشتى الأساليب أسلوبية كستاء ولا جهر تري كرا أي دعوة إلا جهر تقال الدمعي لسد الناس ذاك كان إلا عليو عن هالدعوة ذاك كان قل قل يا إسلام أيو سد دعوة اللي جا عليو وتنفيرهم إلا جا عليو من هالدعوة من الله لنعسيه الله قول حمايه الله فول حمايه سيدنا الجلال هذه هنشبات يدقال حقوق قادي وين دعايات إنها فدية أو دكتور دعوة كوري استعجل أو إذا هونيك أو واريها أترين لقاها صوف قشر وحنا بالعابين السمة الثالثة سمة دحالي على مز دحالي إلى دعوة جهرية كثرة العروض بندق فرمضان على النبي الله بندق عليه الصلاة والسلام من أجل المساومة سيدنا النبي الله لقى القرطمة على الحق الذي حقي لو غلق القرطمة يدعو إليه ذاتك أويرا حق ذاتك أويرا يا نبي عليه السلام صلى الله عليه القرطمة أي بند وحب بند الله بندك وحن ربطة سيدنا كويرا سيدنا كويرا إلهي إلهان أننا مر أذير مر هان مر أذير الرعر ذات نسكو وضع نورا شره وحسلم معاملة ومر أن سكوتنا أصنامتي يا كنائس مر أن مساجد عبادة أن نقن حتى ويك قادي كثرة العروض بندك فرمضان بالوية قاني على النبي الله بندك عليه السلام من أجل المساومة النبي قال قول قر قرطبة على الحق على ترك الحق حقك التجديس الذي حق يدعو إليه أولي إليه وعدم قبول النبي النبي قال إنه أقبل واسمة صلى الله عليه وسلم لشيء وحو من التنازلات وحو حضيرات تنازل أو أنت ويسو بندك تنازل إنه النبي أقبلنا أرنت أنا وحيه سمة على ملوية قانو البرحلة الجارية ننكي ليري أما النبي عليه السلام عبدي كالتنازل وديدين السمة الرابعة تصارها أفراد أما السمة على من أفراد اللي يقان الدعوة الجهرية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام وعليه ساري واهتمام قليي بتربية العقيدة الصحيحة عقيدة الصحيحة إنه كل تربية صحابة ديسة عقيدة صحيحة عظمة الله مراقبة الله إيمانك يتوحيدك يا رماه صور نبي النبي عليه السلام آد أو تربية عقيدة صحيحة توكلك يا رجيه يا خوفك يا واحد نبى ضر يا نفعي وعصر نبى حق الله يكحر النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن يقضيك وما أخذك لم يكن يسيبك وحيك قفنا ما كل ما ماذا كمارتي كمدعى وحيك ودعنا مرة بكم جرم مرين عقيدة النبي كأبو ريس حامضة ما كذا واحد صور جار نبى باب القضاء والقدر أي مركز حامضة كذب حرام قدر كي قضيه أي كذب الحرام لبك سوى جار ونبى وسقلا سقلا النبي وحوسه في قلوب الصحابة سقلا وحو نبي سوفي قلوب الصحابة صحابة قلوب تهدب سوفي بالقيام استاك صلاة الليل والصيام الصوم وتلاوة القرآن قرآن أخرس أي قلبي ودكو سوفي أما كي لبعطي الله صلى كل مانبا وهي قلبي صوفين لها واكر صلاة الله استاك يا صوم كما الله سوما يا قرآن كما الله آخرين يا وحاصو ندينا عليس كي سعر رو نمو كدتشين يا أجر يا ثواب يا الله يودوا وادان يا ضمانية القلب أي كهلايان وحصل النبي عليه السلام رماه صل النبي كتربيه أو كشحنيه أو كعبي سحابه السمة الخامسة تصارم على مدى شرات تربية النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو تربيه للصحابة الصحابة على الصبر إذا يكون صبرا على إذا نبكى نبكى إنه صبر لأنه نف نبكى ناشد مجرى مركب نبكى رسالة كصبرته نفك دميسة كصبر وعدم الانتصار إننا أرجوسانين ونسكت تاجن للنفس النفس درتت إننا أرجوسانين وكيف فكوا سوى تاجا عشان تكون تاجن لما جارين لما قرأ جا مرام مرسية وطن إننا نبابيان بالرمان فراح كقاعدة أمرك ودوة والإعراض إن لقد جيسدو نبي كتربية عن الجاهلين كوا أو حب جرينين إن دين إيه الله مننا أقولين يمكن سلام إيه جيده إحنا أكبر يا رجحنا إن لقد جيسدو السمة السادسة خذ العفو وأمر بالعرف وأنا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضاً إشارة يا السمة السادسة على مدى اللحات تبشير الصحابة صحابة الله بشارة يا رضوان الله عليهم بالنصر قول والتمكين
iyo adkaasho wahum ayaga oo weliba waxaa loo bishaareen ayaga oo yucaamuuna la kulmaaya ashadda alwaanil cadaab cadaab noociyihiisa kala dar noociyihiisao dhan kii ugu daraa iyagoo la kulmaayo yaa dar waxaa la dhihi jiray abshiruu bishaaraysta nasri baa imaan doona guul baa imaan doonta horumar baad gaari doontaan cadowgiina waa laga adkaan doonaa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubr waxay maka la joogo oo marxalada lagu sugan yahay iyo aayadaha soo degtay ee caaisha radi allahu canha leeda anoo yar baan maqli jiray leeya aayadda ayada jamaca waa laga waa la jabin doonaa dhabarkeena duwi doonaan maaha beder ma soo degin maka wixii oo la joogo oo nabiga calayhi salaam saxaabadiisii iyo isagaba gaaladu ay maaragtay dhibaato badan ku hayaan ayaa aayadda soo degtay marka saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu nabiga u bishaareynaya dhibka ku dhacay waad ka bixi doontaan waxba ma aha waa kii khabaabiru arat nabiga intuu u yimid ihi jirnaba allahuma ilahay noo baridid oo wax saas dhe markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii hore dhibaatadii la gaarsiin jiray diinta darteed intuu oga sheekay wuxuu yidhi waad guulisan doontaan ha degdegina udhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam walamaa kaanat hadihi almarxalatu marxaladan markay ahayd bicaynihaa naftirkeeda marka waxa weye nooc muqaarano ah nooc muqaarano ah weeyaan ugu hadalka yar dheer meeshan inkastoo isla socdo asimal uula ay ku fiicnay in lagu istaago laakiin haddana waxa weeye halkaa noo joogo insha allahu tacaala.